عقد شراء كرفانات، ست شركات ست كميات، هالشركة ينطيها مليار وستمائة مليون دينار أكثر، هاي الشركة ينطيها 900 مليون، لنفس العقد بنفس المكان بنفس المنطقة بنفس اليوم. العقد الوحيد اللي 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 وحيل تبين أنه عقد لمشعل الجبوري. والعقد الوحيد اللي 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 وحيل تبين أنه عقد لمشعل الجبوري. هذا العقد مال ابن الأخت، هذا العقد مال القرايب، هذا واحد يبعث ابن أخته مسؤوليته أمنية في مكتبه، سوى عضو اللجنة العليا لإدارة النازحين في إقليم كردستان، تجاوز على أموال الجنود اللي عينهم في حماية النفط عندما سوى عمل فوج لحماية النفط. حسب علمي بيت صالح المطلق أكو شلب اسمه بيبي أو بوبي، قبل أربعة أيام جاب الطيارة من عمان، طول وقت الطيارة من بعمان إلى بغداد يحكي عن الشلب بوبي مع المضيفة وش يطعمون الشلب وين ودت شلب على شو اسمه؟ رواني تقول لي شلون تعرف؟ أنا رايح في الحملة الانتخابية ب 2006 إلى منطقته المسحق والمناطق الأخرى الموجودة بها في الشرقاط، أنا رايح للدعاية الانتخابية وسألتهم في مضيف كبير جدا أو خيم، سألتهم تنتخبون ولا تنتخبون هذا الرجل؟ قاموا 100 شاب قالوا عذرا هذا الرجال صحيح ابن عمنا لكن من عيننا كان ياخذ نصف الراتب للجندي إلى ونصف يعطيه للجندي ولذلك لا يمكن ننتخبه. هاي البطانية أنا نتأكد الشلب الحاطة ببيت أبوبي ما يغطي بها. ها؟ نائب مشعل الجبوري عنده شركة لصناعة الكرفانة؟ يبدو عنده هو وابنه عندهم شركة استيرادية تجارية كذا. نائب مشعل الجبوري عنده شركة لصناعة الكرفانة؟ يبدو عنده هو وابنه عندهم شركة استيرادية تجارية كذا. ابني عنده شركة نفط تشتغل مع الشركات النفطية في إقليم كردستان. ابني عنده شركة نفط تشتغل مع الشركات النفطية في إقليم كردستان. مشروعنا قائم على تحرير العراق من الاحتلال الكردي. ابني عنده شركة نفط تشتغل مع الشركات النفطية في إقليم كردستان. مؤسسة أخرى هي. معروف أنها حولت ما لا يقل عن 800 مليون دولار إلى الخارج وهي سرقة من أموال العراقيين، والحكومة السابقة سكتت على هذا الموضوع والملفات موجودة في اللجاء. أنا أعرف اسم المؤسسة بس مؤسسة الحل.